عمي الغالي، لو بقدر أحكي لك بدي لاقي أخي سومر ورجعوا على البيت. بوعدك أرجع لعندك أنا وأخي، يا ريت فيني إلك. مين إجا خالتي؟ كتير طولتي. إجت جارتنا اللي ساكنة تحت، حكينا شوي، كان بدها تاخد رأيي بموضوع. خالتي فتون؟ شو هالأكل الطيب هاد؟ صحة وعافية يا مجد. الله يعافيك، يلا كلي برد الأكل. أحلى، تعال ليك. جهزت كل شي ما؟ ما بدي يصير معنا ولا مشكلة. اي طبعا، لا تشغلي بالك. حانان؟ نعم يا بيك. طمنيني، كيف الاستعداد؟ كله تحت السيطرة. عملنا كل شي طلبته منا وما في ولا مشكلة. برافو عليكي، كتير بحب اسمع هذا الحكي. زبطتوا كل شي؟ مع شكري أشيك؟ اي طبعا، ولا يهمك، كل شي منسق. ممتاز، شو رأيك نبلش راكان؟ تفضل. يسلموا يا عيني. مين جاي يا معلم؟ دفع كل هالمصاري حتى يحجز الكازينو ليكون عشقان المطربة؟ شو بيعرفني يا ابني، بس من الواضح انه مهووس بالخيال، بجوز يكون شاف هالشي بشي فيلم. المهم نحن بهمنا المصاري وبس. اهلا وسهلا اخي، تفضل. تسلم يا اخي، تفضل خو. تسلم ايديك. أخي هي أمرني. إجت المطربة اللي طلبتها؟ ولو، معقول ما تجي؟ إجت وناطرتك. تفضل أخي. إيه لنشوف. أهلا وسهلا فيك، شرفت، تفضل. أهلين فيك والله. وين طاولتنا؟ جهزنا لك أحسن طاولة. ما حبيتها. طيب تفضل لهون. بتحب نبلش؟ الشباب صاروا على الطريق، بس فيكم تبلشوا شوي شوي. نزلوا لي المقبلات، يلا بلشوا. يلا فورا. يلا يا شباب، اجى الزبون المهم، عبوا الطاولة بسرعة. شو عم يصير؟ شو عم يصير؟
الكلية جمعة بالنص، حركوا سرعة. ولك مين انتو ها؟ انتو بتعرفوا حالكم شو عم تعملوا؟ حاجة حكي فاضي، ساوي اللي بقلك عليه، خدني لعن شنطة قدرات. اي شنطة هي؟ شو رأيك نساعده لحتى يتذكر؟ ساعده. امشي قدامي يلا. يلا لشوف، بلشوا بالعزف، سهرانين هون كل الليل. يلا لشوف، لا تضيع وقت. بلال تفضل. وين الشنطة ولا؟ أي شنطة هي؟ أنا ما بعرف أنت عن شو عم تحكي. ماشي هلا منشوف. عود لا تتحرك، وإذا عملت أي حركة رح أزعل منك. لا تكون مخبية هون؟ آه؟ خبيث. وهي هي معقول حنان؟ شفتي قدر يمسكنا، قدر يلاقيها، بس الحق يقال هالزلمة كتير شاطر. مزبوط كلامك، بس للأسف مو بطرفنا، ما منقدر نعمل شي. وهلأ شو رح نعمل؟ رح قلك، هالشنطة رح تروح لعن جلال، وهو رح يتبرع ويعطي هالشنطة للشرطي اللي بيشتغل معه، وقتها نحن رح نصورهم مع بعضهم. وبعدها كمان يا حلوين عرس وعيد، عرس وعيد. ألو بابا، الشنطة صارت معنا. برافو عليك يا كرم، يلا جيب لي إياها على المحل اللي اتفقنا عليه يا ابني. تمام بابا، رح جيبها فورا. انت ليش قاعد؟ قوم وقف، يلا امشي بسرعة. انا رح ودي الشنطة لبابا جلال. ايه ماشي وديها، نحن رح نقعد ونسمع شوية موسيقى، مو هيك؟ يلا لكان بخاطركم. يلا يا شباب يلا، سمعونا زقفة قوية، يلا يلا صفقوا صفقوا. أمان يا الله بيوم
يلا يا خلدون. شو رأيك بلال؟ الحفلة حلوة كتير مو هيك؟ ابني مجد. بابا الغالي، انا طلعت، طمني انت جاهز؟ طبعا جاهز، وهلا طلعت. شرطي جلال هلأ طلع، رح أضل عم ألحقه. برافو، ضلي عم تلاحقيه. ألو؟ حلو، تمام. وجلال طلع من المطعم. يعني كلهم طلعوا حنان. لكن ليش نحن لساتنا قاعدين؟ ركان، فأمرني معلم. بلشت بالشغل اللي طلبته منك، لازم تحل لي المشكلة بسرعة. أي مثل ما بتأمر. جلال الندل هالمرة رح يفوت على السجن ومستحيل يقدر يطلع منه. رح خليه يختار أصعب قرار بحياته. هو صحيح رح يتعذب، بس رح يقدر يفهم شو بيعني الموت وهو عايش. أنا طالع. صار مثل ما بدنا، بتأمر بشي تاني؟ شو ممكن أطلب منك أكتر من هيك يا ابني؟ أنت شلت قلب قدرات بإيديك وجبت اللي ياله عندي، أنت مستوعب شو عملت؟ يسلموا بابا. يلا ارجع على شغلك وترك الباقي علي. يلا. سيدي، أعطيت الملف لجلال وهلأ راح. ما بعرف ليش ما أخذني، بس صورت كل شيء. وشو كان موجود بالملف يا كرم؟ كل الأعمال اللي بيشتغل فيها قدرات، مع مين بيشتغل، شو عم يعمل، كل شيء موجود. حلو، بعت لي إياهم كلهم. تمام حضرة المدير. قدرات اليوم رح تنتهي. رح ادفنك بيدي التنتين يا قدرات، ودع حياتك. وصل زلمتنا مو هيك؟ وأخذ مكانه بالغابة؟ في أي مشكلة؟ ما في أي مشكلة معلم،
ناطر إشارتنا. طمن. وينك يا ابني؟ انت هون؟ يلا احكي يا ابني. عملت مثل ما بدك، اخذت الصور. جلال عطى الشنطة لواحد وصورت كل شيء. طلع على الطريق بسرعة، وصلنا. أمرك معلم. هات لشوف فرجيني. صورت منيح؟ اثنيناتهم واضحين بالصور؟ طبعا واضحين. طلع هون شوف. عم تضحك علي؟ كيف يعني؟ جلال التقى بالزلمة واعطاه الشنطة. بس مو هاد اللي كان بدنا اياه يطلع بالصور. لكن مين كان بدك يطلع بالصور يا قدرات؟ ارمي سلاحك ولا حركه. نزل سلاحك بالارض. يلا ارمي. نزل نزل يلا. نزل سلاحك يلا. كل سلاحك على الارض. شبهك مبين عليك كتير متفاجئ. اللي لشوف مع مين كنت مفكر حالك رح تصورني. يلا احكي. تأخرت كتير يا شرطي جلال. قدرات صار بيعرف. هو كمان كان موجود. وهلأ رح يكشفكن. لازم تخلص من قدرات. شو صار؟ قوصوه هربوا. ما حكى ولا كلمة؟ ما قال شي؟ مبلا كان عم يقول شي بس ما فهمت عليه. العوض بسلامتكن مات. بابا قدرت كاشفنا. شافني مبارح ونادالي بشرطي جلال. هيك لكان صار بيعرف. هلأ فهمت كل الخطة اللي عم يرسمها.
يعني رمى قصة الشنطة اللي على أساسها بتنهي الخد الأحمر طعم وهيك؟ الشخص اللي بيصيد مين صاد يا قدرة بيك؟ جلال اسمع منيح شو راح قلك. شو بدك تعمل جلال؟ ولا شي، بس عم ندفن الجسة. كنت عم تمشي بالشوارع وتكتر حكي وتقول عن حالك جسة. خليك هيك محلك. هي بضل ما في مشكلة. فيكن تقوصوا على راحتكن. شو عم تستنوا؟ هو السولع قوس يلا. لا ما حدا رح يقوس طلقة واحدة. رح خليك بالتابوت ودفنك بالتراب وانت عايش. أنا حذرتك من قبل وقلت لك لا تطلع بوشي بعد كل هالوقت. قلت لك روح بس أنت ما سمعت كلامي. أصلاً أنت كل عمرك هيك ما بتسمع كلام الكبار يا قدرات. ابني داود أمرني بابا. يلا سكر هالغطا يا ابني. من هون يا جلال راح اطلع من هون ولك. خلصنا. شكرا يا ابني. احكولي لشوف يا شباب، كيف تعرفتوا على المرحوم وشو بتعرفوا عنه؟ كان زلمة ما في منه فايدة بابا. ليش يا ابني؟ بشو ما كان يفيد المرحوم؟ خليني احكي لكم عنه شوي.
الزلمة ما عارف كيف يحب، صار يتجاوز حدوده كتير، ولأنه ما عارف إمتى يوقف تسبب بقتل حاله. حبيبة قلبي نيرمين، أختي الغالية على قلبي، أغلى من روحي عندي. إذا ما دفنت هذا الزلم اللي بالتابوت وخليته تحت التراب فقلولي مين رح أدفن لك عن؟ يلا ارموه بالحفرة وخلوه يرتاح، حطوا التراب الأسود فوق جسته. على كل الأحوال مو فارقة بالنسبة له هو ميت تحت التراب أو فوق التراب. امشوا. من زمان كنت أحبك أكثر مما بتتخيل. حتى إني كنت لك يا أخي. مصطفى؟ ايه؟ خطرت لي فكرة حلوة، شو رأيك نشتري سماعات؟ فكرة حلوة، بيعجبوا حبيبتك؟ ما بعرف أمي، كل رجال هالعيلة ما بتعرف تشتري هدايا، مفكرين إني موجودة لحتى ضل اشتري لكم هداياكم. ايه، معلش روح شوف قسم الكمبيوترات. طيب يلا. شكرا. شوي شوي ابني لا تركض. إذا ما كان عندك إنسان يبكي عليك، هذا الشيء بيعني إنك ميت من زمان، مو هيك يا داود؟ إيه طبعاً بابا. قدرت كان ميت من زمان، بس هلأ خلينا يفهم معنى الموت. يلا خلونا نمشي. مصطفى؟ مص مصطفى مصطفى
مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى. شو بدك تشوفي يا خانم؟ ابني خطفوا لي على ابني. طيب ماشي بترجاك تلاقي لي اياه بسرعه. يلا استعجل. مصطفى 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 ابني مصطفى. مصطفى 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 رد علي. يلا رد جلال. ألو شوف يا ريم. جلال مصطفى انخطف. أنت شو هالحكي اللي عم تقولي؟ مثل ما سمعت كنا عم نشتري هدايا فجأة لقيت الحارس واقع على الأرض. ابني مصطفى انخطف. مصطفى؟ ايه مصطفى. بترجاك لاقي لي ابني بسرعة. لاقي جلال. قدرات جلال جيب لي مصطفى بسرعة. جلال رجع محل ما كنا. مصطفى 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 مصطفى. نعم بابا. داود لازم نرجع لعند قدرة بسرعة لأنه رجاله خطفوا مصطفى. شو بابا؟ طيب راجعين فورا. أسرع شوي. يا خانم خبرنا الشرطة وهنن جايين. دورتوا منيح؟ ايه دورنا وما لقينا اي شيء. تفضلي هلأ فوتي لجوا. تفضلي تفضلي شربي. تفضلي. يلا بسرعة بلشوا حفر وطالعوا قبل ما يموت. بسرعة بدي اياه عايش. يلا 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 اسرعوا. تفضل تعالي بنتي. اجانا بلاغ حضرة المدير. بلاغ شو؟ ابن جلال دومان قالوا انخطف. بس كيف صار هيك؟ خطفوه لما كانوا أهله عم يتسوقوا. طيب ابعتي حدا لعندهم فورا من الموجودين. تحت أمرك. تمام 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 يا شباب ارفعوا لهون. قدرات قدرات. يلا قوم يلا. خلدون اعطيني هالمطرقة من هنيك. لازم ما خليك تموت هلا. اطلع مستحيل. وين اختفى الواطي؟ موبايله موبايله. اسمعوا وين عم يرن هذا الموبايل. يلا تحركوا بسرعة ولاقوا لي الموبايل. بابا بابا لقيته.
القدرات. جلال، عم اتصل من العالم التاني، موجود بنص جهنم. مليت وقلت لحالي بسمع صوتك. اللي يا ترى مرق 40 يوم على موتي يا جلال؟ ها؟ لأنه الوقت هون بيمرق بسرعة كبيرة. والموبايل بيلقط إشارة منيحة. بكفي حكي فاضي، اللي وينه مصطفى؟ أنت لوين أخدته؟ بنتي، قليلي لتكونوا أنتوا خطفتوا مصطفى ابنه لجلال. يمكن نحن عملنا هيك شغلة. قدرة تجنني؟ لا تلعب معي. ها، صوتك لا تعلي بيع الكباب. اسمع وركز، هو بخير، ما عليه مشكلة، لا تخاف، هو عند عمه وكتير مبسوط. قلي وخلصني، شو بدك؟ بكير، لسه معنا وقت لنحكي، رح نستنى شوي. وليش لحتى تستنى؟ يلا احكي لي انت شو بدك بسرعة. قلت لك من قبل انه رح اطلع من هداك القبر، وهي ليكني طلعت، وهلأ عم قلك استنى. يعني بدك تستنى جلال؟ وإذا قلت لك ابكي يعني بتبكي، وإذا بقلك اضحك لازم تضحك. اللي بحكيه واللي بطلبه منك وأي شي بيخطر ببالي انت بتعمله فوراً.